أهلا بكم إلى برنامج ملفات، والبداية فلسطينية، حيث استشهد 15 فلسطينيا على الأقل وأصيب 35 بجروح مساء السبت في غارة إسرائيلية على حي التفاح شرق مدينة غزة. كما أكد أشرف القدوة المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، وأكد الوزير أشرف أن من بين الشهداء أطفالا ونساء ومسنين، ما رفع عدد الشهداء منذ بدء الهجوم الثلاثاء إلى 140 شهيدا، إضافة إلى أكثر من 940 جريحا. يأتي ذلك فيما أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب مساء السبت أنه سيطلب من سكان شمال قطاع غزة إخلاء منازلهم استعدادا لتوجيه ضربات جديدة. يأتي ذلك فيما يبدو أنه ردا على صواريخ المقاومة الفلسطينية التي دوت اليوم في القدس وتل أبيب. كما أعلن الجيش الإسرائيلي أن صاروخين أطلقا من لبنان سقطا مساء السبت على شمال إسرائيل من دون أن يسفرا عن ضحايا، بينما وردت معلومات عن رد إسرائيلي بالقصف المدفعي. ولمتابعة آخر التفاصيل من لبنان تنضم إلينا مراسلتنا ليلى خليل. أهلا بك ليلى، يعني آخر التفاصيل أو المتوفر لديك من معلومات عن الرد الإسرائيلي بالقصف المدفعي على الصواريخ التي أطلقت من لبنان كما تقول الرواية الإسرائيلية؟ نعم طبعا، يعني بالفعل هناك 3 صواريخ أطلقت من جنوب لبنان، أحدها طال موقعا إسرائيليا. المدفعية الإسرائيلية يعني قصفت مواقع أو يعني منطقة قريبة من الحدود الإسرائيلية. هناك دفعة جديدة من الصواريخ أطلقت من محيط بلدة زبطين باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة. أيضا المدفعية الإسرائيلية قصفت منذ بعض الوقت منطقة أضيعة بين بلدتي طير حرفة وشمع جنوب لبنان إثر إطلاق صاروخين سقطا على مستعمرة نهرية على ما يبدو. إذا هناك دفعتين من الصواريخ أطلقا من جنوب لبنان من البلدات الحدودية مع فلسطين المحتلة. حتى الساعة يعني المعلومات تقول أنه هناك استهداف لموقع إسرائيلي والمستعمرة النهرية، ولكن القوى الأمنية يعني المعلومات لا تزال هي معلومات أولية. القوى الأمنية الآن توصل ضربت طوقا أمنيا حول مكان إطلاق الصواريخ، وبالطبع بدأت بتحقيقاتها يعني ربما لمعرفة من قام بإطلاق الصواريخ كالتي يعني حدثت بالأمس أو مساء الأمس فجر أمس. أيضا أطلقت صواريخ من جنوب لبنان باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولكن كان هناك مشتبه به وقد يعني تم القبض عليه. اليوم الآن الأجهزة الأمنية تقوم بتحقيقاتها لمعرفة المزيد حول عملية إطلاق الصواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية. وماذا بخصوص الرد الإسرائيلي أيضا ليلى على جنوب لبنان؟ هناك المدفعية الإسرائيلية ردت باتجاه الأراضي اللبنانية، قصفت عدة مواقع، عدة بلدات أو عدة أطراف بلدات حدودية، ولكن لا يعني لا ضحايا أو لا أضرار مادية أو بشرية بحسب المعلومات المتوفرة حتى الساعة. سلطان، شكرا جزيلا لك مراسلتنا ليلى خليل من لبنان حتى اللحظة على هذه التفاصيل. هذا وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أن 4 صواريخ أطلقت مساء السبت من قطاع غزة على تل أبيب تم اعتراضها من جانب نظام القبة الحديدية المضاد للصواريخ. جاء ذلك بعد إطلاق 3 صواريخ من قطاع غزة في اتجاه القدس وسقوطها في منطقتي بيت لحم والخليل في الضفة الغربية المحتلة، وذلك بحسب المصدر نفسه. وكانت كتائب عز الدين القسام قالت إنها ستقصف تل أبيب بصواريخ J-80 عند الساعة 9 من مساء اليوم السبت. ولمتابعة آخر التفاصيل من قطاع غزة ينضم إلينا من هناك مراسلنا سيف الدين شاهين. يعني آخر التطورات لديك سيف حتى اللحظة؟ آخر التطورات وهي الأقصى والأصعب، أكثر مجزرة مذبحة فعلية نالت من عائلة البطش شرق مدينة غزة، 18 شهيدا لحد اللحظة. مدير عام الشرطة اللواء تيسير البطش: جاءني خبر الآن عاجل بأنه قد استشهد جراء هذا القصف، 18 شهيدا وأكثر من 40 جريحا جراء عملية استهداف منزل عائلة البطش
التي أتى عليها صاروخ من طائرة F-16 إسرائيلية، ولحد اللحظة طواقم الإسعاف والبلدية والدفاع المدني تحاول الوصول إلى بعض العالقين تحت الأنقاض وتحت ركام هذا المنزل. هذه يعني أخطر مذبحة في بداية ومطلع اليوم السادس للعدوان ولعمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة بشكل عام. والتطور الأحدث في هذه الأثناء هو عملية قصف من الزوارق والبوارج البحرية لميناء غزة للصيادين، وعلى ما يبدو أن القذائف قد طالت عددا من الزوارق الصغيرة، زوارق الصيادين. عمليات القصف متواصلة على مدار اللحظة لحد الآن، هنالك متابعة وما زالت الجرحى والشهداء يصلون إلى مستشفى دار الشفاء. أوضاع غاية في القسوة والصعوبة لأشلاء لأطفال ولنساء ولمدنيين جراء عمليات القصف الأخيرة. اللواء تيسير البطش هو قائد الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، قد استشهد حسب المعلومات المؤكدة، وقد كان قد أصيب بجراح خطيرة للغاية. حاولوا إنقاذ حياته من خلال عمليات جراحية عاجلة وسريعة في غرف العناية المكثفة في مستشفى الشفاء، لكن الخبر المؤكد الآن قد ورد بأنه قد استشهد. أيضا اليوم كان هناك تحذيرات بإخلاء بعض المنازل في شمال القطاع، هل هناك معلومات فعليا عن إرسال إخطار للأهالي بإخلاء هذه المنازل، وهل تم إخلاؤها فعلا؟ هذه الاختيارات التي وردت من جيش الاحتلال الإسرائيلي لمناطق شمالي قطاع غزة في بيت حانون وبيت لاهية، وكذلك في أقصى المنطقة الشرقية الجنوبية لرفح أقصى جنوب قطاع غزة، هذه التحذيرات من جيش الاحتلال وإنذارات لم تصل عبر وسائل مباشرة، إنما وصلت عبر يعني إعلانات لجيش الاحتلال عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية. وزارة الداخلية هنا في قطاع غزة طالبت المواطنين عدم التعاطي مع هذه الإنذارات وهذه التهديدات، وبأن الوزارة في هنا في قطاع غزة تقوم بمتابعة الأوضاع عن كثب، مطالبة المواطنين بعدم الاستجابة وعدم إخلاء هذه المناطق بالمطلق، لأن هذا حسب ما وصفته يأتي في إطار عمليات الحرب النفسية التي يمارسها جيش الاحتلال الفلسطيني لخلق حالة من الإرباك في صفوف الفلسطينيين. أود أن أشير سوسن إلى مسألة غاية في الأهمية، وهذا اليوم خلال الساعات الثلاث المنصرمة قد تميز بعمليات إطلاق للصواريخ، كانت قد أعلنت عنها كتائب عز الدين القسام 10 صواريخ من طراز J-80 قد أطلقت باتجاه تل أفيف، وبالفعل سقطت ودوت صافرات الإنذار وكانت المدينة شبه خالية. لكن ما يميز عملية القصف هذه أن كتائب القسام كانت قد أعلنت أنها ستقصف المدينة قبل أكثر من ساعة من تنفيذ هذه الهجمة الفلسطينية. هذا يعني حسب بعض المتابعين والمراقبين سواء الأمنيين أو العسكريين بأنه شعور بأن هنالك حالة من الثقة تتملك المقاومة الفلسطينية بتحديد المواقع، وأنها تعلن عن أهدافها مسبقا، وهذه حقيقة سابقة في ظل المواجهة الفلسطينية. سيف، الآن سأنتقل إلى مراسلتنا أيضا ديما الجمل. ديما، آخر التفاصيل المتوفرة لديك حول إطلاق المدفعية الإسرائيلية أو ضرب المدفعية الإسرائيلية لجنوب لبنان؟ نعم، يعني قبل حوالي الساعة يعني أطلقت 3 صواريخ من لبنان باتجاه شمال إسرائيل. يعني المصادر الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي يتحدث بأن أحد هذه الصواريخ سقط في منطقة سكنية. طبعا يعني المنطقة السكنية هذه قيل بأنها تقع ما بين يعني في الجليل الغربي تحديدا شمال شرق عكا او شرق نهريه. قال بان اضرار معينه لحقت بمخزن لكن دون وقوع اصابات، وان المدفعيه الاسرائيليه قامت مباشره باطلاق قذائف باتجاه موقع اطلاق هذه الصواريخ. يعني المصادر العسكرية الإسرائيلية وكذلك وسائل الإعلام الإسرائيلية ترجح وقوف تنظيم فلسطيني وراء إطلاق
هذه الصواريخ، خاصة أنه فجر أمس كان هنالك حادث إطلاق صاروخ من لبنان سقط في منطقة المطلة على الحدود مع الجنوب اللبناني، ويعني حتى هذه الساعة نستطيع القول حالة من التوتر والحذر. نعم، يعني تسود الأهالي هناك، خاصة وأن صفارات الإنذار لأول مرة تدوي في منطقة نهارية إلى شرقها، كذلك في القرى العربية. نعم، يعني ديما هذا على صعيد هذا على صعيد الجبهة اللبنانية، وهو يعني الأخبار الحديثة التي وردت الآن. على صعيد أيضا الصواريخ التي انطلقت اليوم من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، في أي النقاط أو إلى أي المناطق وصلت فعليا؟ نعم، يعني الحديث جل التركيز الإسرائيلي كان حول تهديد حركة حماس وتنفيذ تهديدها بإطلاق رشقات من الصواريخ باتجاه تل أبيب، حالة من نستطيع القول الذعر. غالبية سكان منطقة تل أبيب ومحيطها، ونحن نتحدث عن كم كبير من تركيز الإسرائيليين، تواجدوا في الملاجئ بانتظار سقوط الصواريخ، لكن جاءت متأخرة فترة 10 دقائق. الحديث عن أن 4 صواريخ أطلقت باتجاه تل أبيب، اعترضت منظومة القبة الحديدية 3 منها وواحدة سقطت بمنطقة مفتوحة، ولكن طبعا كل هذه الأمور تبقى رهنا وتخضع للرقابة العسكرية الإسرائيلية في محاولة ربما لتغطية ما يجري على الأرض فعليا من ناحية الأجهزة الأمنية الإسرائيلية. لكن كما ذكرت، حالة من الترقب، حالة من الذعر. نستطيع القول يعني سادة الإسرائيليين وتواجدوا في الملاجئ في الأماكن المحمية. وصلت الفكرة ديما. شكرا جزيلا لك مراسلتنا ديما الجمل من الناصرة على هذه المعلومات. من جهة أخرى، أعلنت مصر فتح معبر رفح مع غزة حتى الثلاثاء المقبل، وذلك من أجل السماح لسيارات الإسعاف بنقل الجرحى من سكان غزة للعلاج في مصر، ودخول 500 طن من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية المصرية إلى القطاع. هذا وأعلن مصدر مسؤول بميناء رفح البري أن المعبر جاهز لاستقبال الجرحى والمصابين، مشيرا إلى وجود عدد من سيارات الإسعاف والفرق الطبية المتخصصة لاستقبال الجرحى والمصابين القادمين من قطاع غزة، علاوة على تيسير نقل المساعدات وإدخالها إلى القطاع. ولمتابعة آخر التطورات قرب منطقة معبر رفح، ينضم إلينا من هناك مراسلنا أحمد الصفطي. أحمد، كيف يبدو الوضع الأمني بداية في منطقة العريش، وكيف تبدو أيضا حركة معبر رفح، أو كيف بدت اليوم وحتى اللحظة؟ نعم سوسن، بعد التحية، يعني الحالة الأمنية هنا في محافظة سيناء وبالتحديد في مدينة العريش، خاصة ونحن بالقرب من معبر رفح أو من منطقة رفح على بعد بعض الكيلومترات منها، حالة من التواجد الأمني المكثف من قبل قوات الشرطة وقوات الجيش. نتابع أيضا بين اللحظة والأخرى مرور عدد كبير من المجنزرات العسكرية وسيارات الجيش والشرطة لتأمين المناطق المخصصة لعلاج المصابين من الإخوة الفلسطينيين القادمين من معبر رفح البري هنا إلى مدينة العريش. قمنا أيضا بالتجول في مستشفى العريش العام، وهي المكان المخصص لاستقبال الجرحى من الفلسطينيين هنا. وجدنا أنها تمتلئ بعدد من الإصابات البالغة للفلسطينيين هنا، يعني يغلب عليها إصابات في البطن وإصابات في الرأس وإصابات في الأرجل وكسور في السيقان. علمنا أيضا من مصادر أمنية هنا أن توجد على وزارة الصحة خصصت على معبر رفح البري من الناحية المصرية عدد من المستشفيات الميدانية المتنقلة، وعدد كبير أيضا من القوافل الطبية الجاهزة لعلاج المصابين من الفلسطينيين الذين يمرون إلى معبر رفح، خاصة وأننا علمنا أن المعبر سيتم فتحه بصفة مستمرة إلى يوم الثلاثاء القادم أمام حالات الإصابات والحالات الحرجة من المصابين من الإخوة الفلسطينيين. علمنا أيضا أن القوات المسلحة المصرية حرصت على نقل ما يقرب من 500 طن من المواد الغذائية والمساعدات الطبية لدخولها إلى قطاع غزة لمساعدة أيضا الفلسطينيين. المعبر رفح مؤمن تأمينا كاملا، وربما يؤمن بطريقة غير مسبوقة في هذه الأيام التي نحن فيها الآن. يفتح المعبر فقط أمام حالات الإصابة والحالات الحرجة، ربما
يمنع شبه منعا باتا مرور أي من المواطنين العاديين إلى المعبر دخولا أو خروجا منعا أو تحسبا لعدم تسلل أي من العناصر المندسة بين القادمين أو العائدين من خلال المعبر. نعم، كيف يتم أيضا أحمد التعامل ربما مع الحالات الحرجة التي تأتي من قطاع غزة؟ الحالات تنقسم إلى نوعين سوسن، دعيني أقول لك أنها حالات ربما التي يستطيعون إسعافها وعلاجها في المستشفيات الميدانية المتواجدة على معبر رفح، يتم علاجها دون تردد ودون تأخر، يتم العلاج فورا ومن ثم العودة مرة أخرى إلى داخل قطاع غزة. أما الحالات التي تحتاج إلى العناية المركزة أو تحتاج إلى العناية المكثفة الطبية، يتم نقلها على الفور إلى مستشفى العريش العام الذي كنا في زيارته اليوم، يتم توفير العناية المركزة والكاملة. نعم. وزارة الصحة أيضا دفعت بعدد من المنتدبين من الأطباء المخصصين من مختلف المحافظات للمجيء هنا إلى مستشفى العريش العام ربما. نعم. لدعم أيضا الطاقم الطبي هنا للمستشفى. إليك شكرا جزيلا لك مراسلنا أحمد الصفتي من منطقة العريش بالقرب من معبر رفح على هذه المعلومات. إذن ملفاتنا متواصلة من الغد العربي من لندن وتتابعون فيها بعد الفاصل. مساعي دبلوماسية للتهدئة في غزة، ومجلس الأمن يدعو إلى وقف إطلاق النار وحماية المدنيين.